حل مشكلة الملف غير مدعوم في الكاب كات، ده موضوع حلقتنا النهارده، فتابع معايا الفيديو للنهايه. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه ياسمين عاشور. النهارده كده هقول لك ازاي نحل مشكله الملف غير مدعوم في الكاب كات. يا ريت بقى قبل ما ابدا شرح النهارده تعملي لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناه، ويلا نحل المشكله دي مع بعض. هروح مع بعض كده على اول حاجه معايا، بنروح على متجر بلاي او اب ستور عندك على الموبايل، بنضغط عليهم كده وبنكتب في البحث فوق كاب كات. طبعا التطبيق ممكن يقف معاك لانه محتاج تحديث، وبنبدا ان احنا نضغط نحدث التطبيق فورا، لان التطبيق ساعات ما بيقدرش يعمل حاجه لان عاوز التحديث الجديد او النسخه الجديده او الاصدار الجديد من التطبيق. فكل اللي عليك ان انت بتعمل اول حاجه تحديث للتطبيق، علشان كده بيكتب لك الملف غير مدعوم في كاب كات. فيلا بينا ننتظر لما يتكتب لنا كلمه فتح، ويلا بينا على تاني خطوه معايا. دلوقتي هو ظهر معانا فتح، انا انتظرت بس شويه وبعدين اتفتح معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طيب تاني خطوه معايا، بنروح على علامه الترس اللي هي علامه الاعدادات في التطبيق من الاعلى، بنضغط عليها. لما بضغط عليها عندك مسح ذاكره التخزين المؤقت، ببدا ان انا اضغط عليها، وهنا بيقول لك ما تقلقش ان لن يؤدي مسح ذاكره التخزين المؤقت الى حذف مسوداتك، يعني ما تقلقش اي حاجه في المسودات مش هتتحذف. فبضغط على كلمه موافق، دي تاني خطوه معايا. تالت خطوه معايا، بنروح على التطبيق من بره بالشكل ده، بنضغط عليه ضغطه طويله من بره، بتضغط تحط صبعك على التطبيق ضغطه طويله، ومن علامه الاي اللي هي الدايره اللي عليها نقطه ببدا ان اضغط عليه. بنبدا ان احنا ننزل كده على حاجه اسمها مكان التخزين، وببدا ان اضغط على مكان التخزين وبعمل مسح التخزين المؤقت للتطبيق. وزي ما انتم شايفين مش بعمل مسح البيانات، لان مسح البيانات بيخرجك خالص من التطبيق وتبدا تسجل فيه من اول وجديد. ان شاء الله المشكله هتتحل معاك، ولو المشكله ما اتحلتش معاك اكتب لي في التعليقات وانا اقول لك على المشكله او حل المشكله. يمكن نوع موبايلك غير الموبايل بتاعي، فاكتب لي نوع الموبايل بتاعك كمان مع المشكله. بس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.